الزكي بعد الترحيب، ما هي المعايير التي قادت إلى اختيار 30 لاعبا؟ أولا من بعد الندوة الصحفية اللي كان تم تقديم طاقم التقني ديال المنتخب الوطني، بدينا استطعنا في العمل، ومن طبيعة الحال بدينا بالتواصل مع جميع اللاعبين، وكذلك كاين هناك أولويات اللي كيخصنا نشتغلوا عليها، هو دوك التجاوزات والخطوط الحمراء، وكذلك عدم الانضباط اللي كان حاصل داخل المنتخب، اللي خلى المنتخب يحصد نتائج سلبية رغم الكم الهائل ديال اللاعبين اللي عندهم مستوى جيد واللي كيمارسوا في بطولات قوية. هذا بالنسبة لي أنا كان التواصل مع الجميع واللي كان مشى بطريقة إيجابية، وعليها حطينا 30 لاعب اللي غتكون معنا في المعسكر ديال البرتغال، باش يمكننا نرجعوا ذاك الروح الانضباط والروح المسؤولية، وكذلك الروح الجماعية والرغبة والانخراط في المشروع، باش يمكن المنتخب المغربي يكون في مستوى الحدث الإفريقي. طيب سيد بادي الزكي، إذن الانضباط كان شرطا للالتحاق بالمنتخب، والملاحظ أن تشكيلة تضم أسماء متداولة، نفس الأسماء التي اعتدناها، لماذا؟ هو نفس الاسماء، لان هناك القاعده كبيره، يمكن بعض الاسماء اللي ما كايناش في هذه الساعه قد تكون ساعه اخرى، ولكن الحمد لله عندنا لاعبين في المستوى اللي كيخص ترجع كما قلت ديك الروح الجماعيه داخل الفريق، وكذلك اللاعبين انخرطوا بشكل ايجابي بشكل اللي كنا فيه في 2004، ومن طبيعة الحال لو وصلنا لهاد النقطة وخدمنا فيها باش الفريق يرجع بحال اللي كنت، فتنظن بعد المنتخب الوطني غادي يمكن له يكون هو بطل الحدث، وبغى يكون في مستوى الحدث في الحدث الإفريقي. بالنسبة للعادل تعرابت، كنعرفوا عادل تعرابت والماضي تاعو، التجاوز تاعو اللي كان في المنتخب او بعض الفروق اللي كان كينتمي ليها، لهذا فانا ما يمكن لياش نستدعي لاعب اللي حاولت نتصل به وما قبضتوش، رغم جميع المحاولات اللي درنا، لا من ناحيه الطاقم المساعد او الطاقم الاداري او حتى عبر العائله تاعو، اللي ما استطعتش. هذا بالنسبه ليا كان سقط من اللائحه، حتى من بعد تتيح لي الفرصه ونريح معاه وجه لوجه ونبين له المشروع اللي كاين وكيفاش كنبغي الامور، وديك الساعه الا كان غير خارط معايا في المشروع بواحد المسؤوليه بواحد الطموح بواحد الرغبه لحمل القميص الوطني، فمرحبا. الا كان عنده راي اخر فديك الساعه. طيب من طبيعه الحال القميص الوطني اغلى من كل شيء. الان امامنا لائحه من 30 لاعب، معسكر البرتغال، واش هو معسكر الإعداد أو الاختيار الأصلح؟ وتنظن بأن المعسكر البرتغال ما درتوش أنا، كانت وضعته الجامعة السابقة، باش يمكن ملي يجي أي ناخب وطني على الأقل يلقى واحد الوقت فيه يمكن له يتواصل مع اللاعبين ويمكن له يبدا العمل تاعو. هذه في حد ذاتها نقطة إيجابية، وفي حد ذاتها نقطة سلبية. النقطة السلبية شنية؟ هو الظرفية ديال المعسكر اللي جا في آخر الموسم، واللي جميع اللاعبة تيكونوا قضاو موسم طويل وشاق، واللي جا على حساب العطلة ديالهم. لهذا حنا غنتعاملوا بكل ذكاء مع الظرفية هذه، باش المعسكر ديال البرتغال يكون في ناخذوا من نوصلوا داكشي اللي بغينا، والظروف تدوز احسن وجه ما يرام. والمرحله ايضا مفصليه سيد بادو الزكي، قطعتم وعدا على انفسكم بتشريف القميص الوطني، وعدتم الجمهور باللقب القاري، كيف ستدبرون هذه المرحله؟ وتنظن من العيب والعار باش يمكننا نقولوا بان كيخصهم يلعبوا ادوار ثانويه في كاس افريقيا، وبالاخص كاس افريقيا ملعوب على ارضنا امام جمهورنا، وجميع الشرائح ما ترضاش الا كيخصك على الاقل توصل للنهايه وتحاول تربحها. لهذا بالنسبه لي انا، فملي خديت المسؤوليه وبغيت هذه المسؤوليه الا في هذا الاتجاه، وعدنا من الامكانيات
البشرية، من الإمكانيات المادية، من الإمكانيات اللوجستيكية، كذلك الجماهير اللي غادي تكون شغوفة واللي غادي تساند المنتخب الوطني في هذا العرس. ما كنشوفش بعمل اللي هو غادي يكون احترافي وبعمل جبار وبطموح الجميع، ما كنشوفش بأن المنتخب الوطني ما يكونش في مستوى الحدث. حظا سعيدا أتمناه لكم سيد بدو زكي، أنتم الناخب الوطني، كنتم معنا مباشرة من الرباط.